الذين يسللون أيديهم ولا يقبضون في قيامهم، هؤلاء بيكونوا مالكية، ينتمون إلى مذهب مالك إمام دار الهجرة، يظنون أن الإمام مالك كان يصلي هكذا، وظنهم خاطئ، لأن الإمام مالك أشهر كتاب له هو المعروف عند العلماء وطلاب العلم بموطأ الإمام مالك. في هذا الكتاب يوجد عنوان صريح، عنوان مثل لافتة، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا مين وضعه؟ مالك نفسه. ثم يروي تحت هذا العنوان حديثا بإسناده عن أبي حازم عن سهل بن سعد. سهل بن سعد صحابي من أنصار معروفين مشهورين، أبو حازم تابعي، عن هذا التابعي تلقاه الإمام مالك. هذا سند يعني عالي جدا، مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى، ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام مالك في الموطأ وروايته، ومن طريق الإمام مالك تلقاه الإمام البخاري، فروى هذا الحديث في صحيحه.